خلف خبر وفاة الفنان الجزائري والعالمي إدير صدمة لدى الوسط الفني والإعلامي في الجزائر. نتابع في هذا التقرير أهم التعزيات وأهم ما كتبه مشاهير الجزائر من عالميين وفنانين عن الراحل في هذا التقرير بعد الفاصل. لسلامتكم وقعدوا في ديوركم. كما كل الفنانين، الفنان سول كينغ نشر هذه الصورة للفنان الراحل إدير، وكتب عليها على الانستغرام أن الجزائر والعالم الفني ككل يفقد قامة من قامات الفن. أنا شخصيا كنت من أوائل اللي نشروا الخبر على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر في رحيل الفنان إدير. الفنانة منى الحدلي نشرت على الانستغرام صورة للفنان الراحل إدير وقالت بأنه فقيد الساحة الفنية الجزائرية. أنستينا اليوتيوبر والممثل نشر هذه الصورة التي تجمعه بالفنان العالمي الراحل إدير وقال بأنه من أطيب الفنانين. سهيلة معلم أيضا نشرت صورة للفنان الراحل إدير على ستوري الخاصة بها على الانستغرام وكتبت ريب إدير. أما شمس الدين العمراني أو ديزاد جوكر اليوتيوبر فقد نشر هذه الصورة التي تجمعه بالفنان الراحل إدير وكتب بأن اللقاء الذي جمعه به في الجزائر العاصمة بيّن بأنه متواضع وعملاق بالفعل. الفنانة سهيلة بلشهب نشرت هذه الصورة تترحم في ستوري الخاصة بها في الانستغرام على الراحل إدير. اليوتيوبر والمنشط زنجا كريزي نشر صورة تجمعه بها الفنان الراحل إدير في حفل إطلاق كوك ستوديو الجزائري وكتب بأنه فنان بالفعل واسمه الحقيقي حميد شريات. الفنانة كنزة مرسلي أيضا نشرت صورة على حسابها على انستغرام وقالت بأن الجزائر والساحة الفنية تفقد فنانا لطالما عاشت هي على أغانيه وحفظتها خصوصا فينوفا. الفنانة والمنشطة منى الغربي نشرت هذه الصورة على حسابها على الانستغرام للفنان الراحل إدير الذي توفي عن 70 سنة في فرنسا وقالت الله يرحمه. الفنان وخريج برنامج The Voice نصر عطاوي نشر هذه الصورة للفنان الراحل إدير الذي توفي ليلة مساء السبت الثاني من شهر ماي وقال الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. هذا ولم تتوقف التعازي في رحيل الفنان، حيث غرد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه على تويتر مترحما ومعزيا عائلة الفقيد إدير الفنان إدير الراحل في هذا المصاب الجدل، حيث تفقد الساحة الجزائرية والعالمية اسما من أسماء الفن الخالد. إن لله وإن إليه راجعون. Thank you.